لعبيتنا هذوما فيهم 80% لاعبين في السي وفي البي وفي يعني هما بيدهم فهمت معناها ما فماش حتى ايش نقول لك اربع شهور ترناو تعبنا بصراحه مازلت الشامبيونات تاع عمنا تلعبوا احنا بدينا 14 اود خدمنا ومرضنا بالكورونا جروب كام من ستاف اللاعبين وعاودنا رجعنا وتعبنا بس ما في الاخر نتصور عادي كي تتعب تلقى لو تكتب تخدم صحيح وكريك تنجم تلقى اليوم انا ما فماش كون يعرف في اكثر مني انا هذاك علاش بيتر خلينا هوم معناها ما لقاوش سباس لعبيتي برافو اللي طبقوا الماتش مش سهل في تو مونتالمون دايا تشوف الاوكازيونات اللي ضيعناها متاكد لك يجينا ضد اي كيف اخرى ما كيناها مع الكلوب من عبيتي كنت نفاقهم ماهمش بلغه ماهمش صادقين اللي هو قدام الكاش ضيعنا قبلنا بونتو في وقت خايف مع ومارينا بدي مومون دي مومون فيبل من بعد البونتو هذوك اللي خفت منهم قدام من عبيتي تمسهم مونتالمون تحس روحك نجم مايك بعد تقبل بونتو صعيبه من بعد رجعنا فرحان بلان بوان خليني نقول انا اليوم بالنسبه لي انا نهار سبيسيال رجعت جمعيتي ما يزيد مطالب اليوم انا باش عندي جمعيه ندافع عليها وجمعيه هذه كلوب افريكان كما قلت انا ربيتني على الانضباط والاحترام اليوم انا ما نجم نكون كان ندافع على شعر هيدو لك واكيد الكلوب ستيف شبيه وفرحانين اللي انا نسير كوريكت وكل فهمت ولا هنا باش نسالك فهمت تاخذ معك اكثر ديتاي كيفاش كانت المواجهه مع فريقك السابق نادي الافريقي والمدرب اللي انت كنت مساعد نتاعو لا سعد ريدي اكيد لا سعد خويا مش بالنسبه لي انا كنت نحكي تو معناها نهار سبيسيال جمعه ديجا في الجيش اللي معايا راوني معناها جمعه كان على اعصابي صراحه معناها اوكي انا كي شديت الجيش نعرف نلعب ضد الكلوب مي ما كنتش نتصور الكالندري باش تجيبنا فيسه معناها في الدوزيام ماتش هذيك شنو الغالب كما قلت كما كنت نحكي انا تو أنا تو إنسان محترف خرجت من جمعية كبيرة هي علمتني هي وراتني علمتني زادة كما قلت الانضباط والاحترام هذاك علاش أنا اليوم لازمني نضبط الشعار هذا والكلوب الناس كل تعرف شنو محبتي للكلوب وربي معاهم وإن شاء الله أنا متأكد إن جمعيتنا بترجع ولا بس.